بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث في قصة غزوة خيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عينيه. فأتوا به فبصق في عينيه فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي رواية أخرى قال: ولا تلتفت حتى تنزل بساحتهم. فقال علي: أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في هذه القصة، في هذا الحديث، ثواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. حمر النعم هي الإبل الحمر، هي أنفس الأموال عند العرب. هذا التشبيه كما قال النووي للتقريب للأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها. وفي الحديث عظم ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فيه عدة آيات من آيات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الظاهرة، منها الإخبار عن الفتح ليلة الفتح، ومنها الإخبار عن صدق حب علي رضي الله تعالى عنه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه أمور من الغيب لا يعلمها إلا الله، ثم من أطلعه الله عز وجل عليها. فخيبر ظلت محاصرة عدة أسابيع إلى أن تم الفتح على يد علي رضي الله عنه في اليوم الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة الصحابة رضي الله عنهم وتنافسهم على الخير، لأنهم شغلوا عن بشارة الفتح، وفتح خيبر بلا شك فيه من الأموال ما فيه، وإنما أغناهم الله عز وجل بفتح خيبر، وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى مغانم كثيرة يأخذونها في الحديبية، فكانت هي خيبر، فكلهم يتوقع أن يقع مال كثير وأن يحصل لهم نوع من الغنى بفتح خيبر، ولكنهم شغلوا عن بشارة الفتح،
حيث ظلوا يدوكون ويتحدثون في تلك الليلة من هذا الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على عظيم حبهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على أن يكونوا محبوبين عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. والمنافسة في الخير والمسابقة إليه مما أمر الله سبحانه وتعالى به، فقال وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقول عمر رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ من أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله ورسوله، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فهو تمنى أن يكون أمير هذه الغزوة أو أمير هذه السرية التي الذي يدفع إليه الراية ليحصل له هذا الفضل العظيم. وفيه في هذا الحديث أن الإيمان بأسماء الله وصفاته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحبه الله ورسوله، فحب الله سبحانه وتعالى لعبده ثابت في الكتاب والسنة، خلافا لأهل البدع ممن ينكر الصفات ويؤول هذه الصفة صفة المحبة على غير وجهها. ولكن أهل السنة يثبتونها، يثبتون أن الله يحب ويحب، فأما أهل البدع فيقولون لا يحب ولا يحب، وإنما يطاع فقط. المعتزلة ومن وفقهم من الأشاعرة ينكرون هذه الصفات الفعلية من صفات الله سبحانه وتعالى المعلقة بمشيئته والمعلقة بأسباب اقتضتها حكمته سبحانه وتعالى من أعمال العباد. فالله عز وجل يحب من يطيعه ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب من يحب الله ورسوله، ويحب سبحانه وتعالى من يجاهد في سبيله ويبذل في نصرة دينه نفسه وماله. ففي قول سهل رضي الله عنه فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فيه الأثرة في الخير، أن يؤثر الإنسان نفسه بالخير، وإنما يشرع الإيثار في أمور الدنيا، وقد يشرع في أمور الطاعات إذا كان في الإيثار فيها فضيلة للموثر، بمعنى أن الإنسان قد يؤثر مثلا مكانه في الصف الأول لأهل الفضل والعلم، لأن هذا فضيلة له أن يفعل ذلك، ويأخذ هو ثواب التوقير والاحترام لأهل القرآن والفضل. فإن أهل بدر لما وقفوا ليس لهم مكان أقام النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجالسين وأجلس أهل بدر مكانهم، فمثل هذا رغم أنهم سبقوا لكن هناك فضيلة في تقديم أهل الفضل، في تقديم أهل السبق والعلم ونحو ذلك. لكن الأصل أن يؤثر الإنسان نفسه بالخير ويتنافس مع غيره فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه فأتي به، دليل على شدة وجع عيني علي رضي الله عنه، وأنه ما منعه من المنافسة على هذا الخير مع بطولته وشجاعته وكفاءته في القتال إلا المرض الشديد، حتى أنه كان يقاد من شدة المرض الذي به من عينيه، فقدر الله عليه البلاء ولم يحرمه الفضل. لذلك فيه الإيمان بالقضاء والقدر، فإنها الراية أعطيت لمن لم يسعى إليها لعجزه، وحرم منها من سعى إليها وربما كان أفضل. فعمر رضي الله عنه سعى وكان أفضل من علي، لكن في هذا الموطن قدر الله لعلي هذه الفضيلة وهذه الشهادة العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنؤمن بقسم الله الأعمال والأرزاق والفضل والمنن والعطايا والمنازل في الآخرة
عند الله سبحانه وتعالى على غير ما يرى الناس، والله سبحانه وتعالى أعلم بمواضع الفضل وأعلم بالشاكرين سبحانه وتعالى. فيسلم المؤمن لله سبحانه وتعالى فيما قسم له وفيما أعطى ومنع، ويفوض أمره إلى الله ويرجو الفضل منه. فأتي به فبصق في عينيه كأن لم يكن به وجع، وهذا معجزة ظاهرة، وفي هذا معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وآية من آيات نبوته. في لحظة واحدة كان يقاد فشفي وأصبح يقاتل، وقتل مرحب اليهودي زعيم اليهود، وكان في ذلك بداية فتح الحصن المستعصي. في لحظة واحدة وقع ذلك، وهذا الأولى كانت معجزة خبرية في باب الإخبار بالغيبيات، وفي هذا معجزة تأثيرية في باب شفاء الأمراض، أن الله شفى عليا رضي الله عنه ببصقة بصق النبي صلى الله عليه وسلم في عينه. وهذا قد تكرر مرات مع أصحابه رضي الله عنهم، فهي من أنواع القدرة والتأثير التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال فبرئ كأن لم يكن به وجع، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال انفذ على رسلك، يعني على مهلك. لذلك فيه التمهل في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والرفق فيها وترك العجلة، أي انفذ على مهلك وترسل وتمهل حتى تنزل بساحتهم فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فهذه الدعوة قبل القتال، فيه مشروعية الدعوة قبل القتال، وإن كانت قد بلغتهم الدعوة قبل ذلك وقوتلوا، لأن أهل خيبر كان منهم من اليهود الذين كانوا في حصون المدينة، في حصون بني قينقاع وقريظة والنضير، وبلغتهم دعوة الإسلام، بل كانوا أصلا يعدون العدة لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما ذكرنا كان يخاف منهم على المدينة أثناء الحديبية. ومع ذلك فكرر الدعوة، ولكن هذه الدعوة قبل القتال في حالة بلوغ الدعوة لهم قبل ذلك مستحبة، في هذه الحالة مستحبة فقط ليست واجبة، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، يعني غير مستعدين للقتال، فبيتهم صلى الله عليه وسلم، هجم عليهم ليلا أو في ظلمة يعني آخر ليلة والفجر. أما من لم تبلغه دعوة الإسلام فلا يجوز أن يقاتل قبل أن يدعى إلى الله سبحانه وتعالى، لا يجوز قتلهم ولا قتالهم رغم كفرهم قبل الدعوة إلى الله، وإن قتلوا أو قتلوا قبل الدعوة كان ظلما وفسادا، لا بد من أن يبلغوا دعوة الإسلام ويدعوا إما إلى الإسلام وإما إلى الجزية وإما إلى القتال إنهم أبوا، وإن طلبوا مهلة للنظر أمهلوا مدة يراها الإمام مصلحة لتبليغهم دعوة الإسلام، إن ذكروا شبهة أزيلت، إن ذكروا مسائل يريدون أن يعرفوها عن الإسلام أجيبوا إلى ذلك، ما لم يكن ذلك مماطلة للهروب أو تطويل مدة ترك القتال. فلكن لا يجوز أن يقاتل الكفار إلا بعد بلوغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى دعوة الإسلام. فإذا كانت قد بلغتهم يستحب أن يدعوا مرة ثانية، وهذا الذي ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، حتى لا تكون النية في القتال الحصول على الغنائم، فهناك نعم حمر منتظرة أو هناك دنيا تأتي من وراء هذا القتال. فقد يقع في نفس البعض أنهم إن لم يسلموا كانت لنا غنائمهم، فقد يقع في نفس البعض
أن تحدثه نفسه بالغنائم فلا يتمنى أن يسلم مثلا حديث النفس من هذا الباب، أو أن يكون منافقا يبحث عن الغنائم ولا يبحث عن ظهور الدين. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن إسلام رجل واحد خير من حمر النعم، خير من النعم الحمر التي يرغب فيها، خير من الأموال والدنيا والغنائم وكل ذلك. لابد أن تكون نيتنا هداية الناس، لا نريد مجرد جمع الأموال، مع أنهم مبشرون وموقنون بالفتح. الصحابة أيقنوا منذ سمعوا الآيات وعدكم الله مغانم كثيرة، ومنذ سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفتح الله على يديه تيقنوا بالفتح وعلموا بالغنائم. ولكن ماذا تكون النية؟ هل النية أننا نريد الدنيا من الدعوة أو من القتال أو من العمل من أجل الدين؟ لا، بل لابد أن تكون نيتنا هداية الناس، وأن تكون نيتنا نشر عبودية الله سبحانه وتعالى في الأرض، وليس تحصيل جاه أو مال أو شيء من حطام الدنيا. قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، ولو كان رجلا واحدا وليس أهل مدينة أو قرية أو حصن، ولكن ورجل واحد خير لك من حمر النعم. فهذه الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والقتال في سبيل الله عز وجل غرضه هداية الخلق، غرضه وهدفه نشر هذا الدين وتحصيل عبودية الله سبحانه وتعالى فينا وفي غيرنا في الأرض كلها. هذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى، فهم خير الناس للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورأس المعروف التوحيد، ورأس المنكر الشرك، وهذا القتال لإزالة الحواجز بين الناس وبين التوحيد والإيمان، إزالة عبادة الطواغيت حتى يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. فإنما شرع القتال لتحرير البشرية في الحقيقة من سلطان عبادة الطواغيت، من سلطان الطواغيت الذين يصدونهم عن دين الله سبحانه وتعالى ويشوهون صورة الحق لديهم. ولا شك أن الناس مسؤولون، ولكن رحمة بهم شرع ذلك القتال وذلك الجهاد حتى تزال عنهم الشبهات. هم مسؤولون لأنهم يتمكنون من معرفة الحق رغم تشويه الصورة، ولكن إذا أزيلت عبادة الطواغيت، إذا أزيلت هذه الحواجز، فأكثر الناس يقبلون على الإيمان والإسلام والخير، لأن في فطرتهم قبول ذلك بفضل الله. في هذا الحديث المعجزات الباهرات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه قبول خبر الواحد في العلم والعمل، كما ذكرنا ذلك في قصة معاذ في حديث ابن عباس. فهذا أيضا في أمر علي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله يبلغهم يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهي مسألة اعتقادية علمية. فبالأولى في مسائل العمل يكفي خبر الواحد، ولا يشترط جمع غفير، بل يكفي خبر الواحد في توصيل دعوة الإسلام وإقامة الحجة على الناس وثبوت الأحكام عليهم بما يلزم فيه بلوغ الدعوة كالدعوة قبل القتال كما ذكرنا. يكفي ذلك بحصول الواحد، ولا يلزم جمع غفير تمنع العادة اتفاقهم على الكذب. قاتل علي رضي الله عنه ونصره الله، وقتل مرحب بضربة واحدة بعد أن كان 3 مرات قبل ذلك يقتل فرسان، أو كان لا يستطيع المسلمون هزيمته، فقتله وفتح الله عز وجل حصون خيبر على يديه. وكانت غزوة خيبر في 7 من الهجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجيش يحاصرهم ويرسل واحدا تلو الآخر ويعطي الراية من شاء صلى الله عليه وسلم ليحمل هذه الراية،
واستمر النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش الذي يخطط لهذه المعركة، كان معهم صلى الله عليه وسلم، هو الذي يعني قاد غزوة خيبر بنفسه عليه الصلاة والسلام، وهو أجرى في زقاق خيبر بغلته صلى الله عليه وآله وسلم، ودبته التي كان عليها كان يجريها في زقاق خيبر قبل أن يدخل الحصون، هو كان صلى الله عليه وسلم أخبر بفتحها أول ما دخل، قال إن إذا نزلنا، قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا نزلنا بقوم فساء صباح المنذرين، فقالوا محمد والله محمد والخميس، فدخلوا حصونهم محمد والجيش يعني، فظلوا محاصرين إلى أن هزمهم الله سبحانه وتعالى، وكان الفتح على يد علي بن أبي طالب. باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. هذا الباب هو أهم أبواب الكتاب، وهو قال منبه الشيخ قال منبها على أهمية هذا الباب، ويعني في بيان أن هذه الترجمة أن تفاصيل هذه الترجمة تفاصيل هذا العنوان هو ما يأتي بعد ذلك. ذكر الشيخ رحمه الله فيه أربع آيات وحديثا، ذكر قول الله قال وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وذكر الآية الثانية قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عاقبه لعلهم يرجعون. ثم ذكر الآية الثالثة قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ثم ذكر الآية الرابعة قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله عز وجل. فتبين بذلك ما أراد من هذه الترجمة من هذا العنوان، ما تعني كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله، تعني ترك الشرك. ما هو الشرك؟ هناك أربعة أنواع من الشرك منتشرة في العالم عبر العصور وفي يعني في كثير من البلدان والأقطار في الأزمنة والأمكنة. النوع الأول المتعلق بدعاء غير الله، الشرك في الدعاء والعبادة، صرف العبادة لغير الله، اتخاذ من يدعون ويعظمون من الأولياء والأنبياء والملائكة وكل ما يرمز إلى ذلك كالأضرحة والتماثيل والصور وغير ذلك من الأوثان التي تعبد ترمز إلى من يتقرب إلى الله عز وجل بعبادتهم. فشرك الدعاء والعبادة بالغلو في الصالحين، هذا النوع الأول من أنواع الشرك، وذكر الآية الدالة على تحريمه وبطلانه وأنه من الشرك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. مع الآية التي قبلها يتضح ما أراد الشيخ رحمه الله من بيان هذا النوع من الشرك الذي من تفسير التوحيد أن يترك وأن يبطل وأن يدعى إلى تركه، وهي قوله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فهي تدل على الرد
على من تعلق بالأنبياء والصالحين، يدعوهم ويسألهم، يتوكل عليهم ويطلب منهم قضاء الحاجات وكشف الكربات، زاعما بذلك أنه يتوسل بهم، يتوسل بعبادتهم إلى الله عز وجل، وأنهم شفعاء له عند الله. لأن هذه الآية نزلت في من يعبد عيسى وعزير والملائكة، نزلت في من يعبد مقربين وصالحين يدعونهم من دون الله، فقال أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، هم أنفسهم يبتغون إلى الله القربة ويريدون التقرب إلى الله عز وجل لحبهم له، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فجميع أنواع العبادة يصرفونها لله، فكيف تعبدونهم أنتم، كيف تدعونهم أنتم؟ هذا النوع الأول من الشرك المتعلق بالغلو في الصالحين والأنبياء والملائكة، وهو النوع الذي واجهه الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا، وواجه الخرافات والخزعبلات التي امتلأت بها جزيرة العرب وغيرها غيرها من بلاد المسلمين في وقت دعوة الشيخ وقبلها وبعدها، من القبور المنصوبة والأوثان المقصودة التي تصرف لها العبادات وتدعى من دون الله ويقصد منها قضاء الحاجات وكشف الكروبات وغير ذلك، مظاهر الغلو التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منها القرآن. بل هذه في الحقيقة سبب الشرك في العرب، حيث كانوا يعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى على أنها أوثان ترمز إلى الملائكة التي هي عندهم بنات الله، ولذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يعتقدون أنهم يريدون التقرب إلى الله، وأن عبادة هذه الأوثان تقربهم إلى الله زلفى. وقال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يعبدونهم على جهة الشفاعة والوساطة، لا على جهة العبادة المستقلة، ولا على أنهم أنداد مساوين لله سبحانه وتعالى، مساوون لله عز وجل. هذا الأمر كثير من الناس يظن أن الشرك هو أن يعتقد وجود خالقين أو إلهين متماثلين. أما من يصرف العبادة لغير الله على سبيل الوساطة والشفاعة والوسيلة التوسل إلى الله فعندهم ليس بشرك، فأتى بهذه الآية التي فيها أن هذا الفعل وصرف العبادة لغير الله والدعاء لهم، دعاؤهم من دون الله لقضاء الحاجات وكشف الكروبات، هو الشرك الأكبر المنافي لشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا النوع من الشرك الأكبر من أكثر الأنواع انتشارا في الأمم، إن لم يكن أكثرها على الإطلاق، وهو خصوصا أول نوع وقع من الشرك على ظهر الأرض. النوع الثاني الذي دلت عليه الآية الثانية فهي قول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. قضية البراءة من الشرك، دلت الآية على وجوب البراءة من الشرك. النوع الثاني من الشرك هو الذي يقع، الآية تدل على خطره وتحذر منه، وعدم البراءة من الشرك. الواجب أن نتبرأ من الشرك، فإذا لم يتبرأ الإنسان من الشرك كان مشركا، والعياذ بالله، إذا رضي بالشرك كان مشركا. وهذا من أكثر أنواع الشرك المنتشرة في الأرض أيضا، هو عدم البراءة من الشرك أهلي وموالتهم والرضا بما هم عليه. ولذلك قضية خطيرة عظيمة الخطر، كثير من الناس لا يود الكلام عنها، الكلام عندهم أن نتكلم في الحق ونسكت ولا نتكلم عن الباطل ولا نحاول هدم الباطل في النفوس، وإنما تقع المنازعات والخصومة والاضطهاد للرسل وأتباع الرسل بسبب هذه القضية، بسبب أنه يسفه آلهتهم، أنه يسفه أهلمهم ويسب آلهتهم. ما معنى السب الآلهة؟ أنها ليست آلهة. عندما يقول ليس بإله هنا يحصل الغضب وتحصل النفرة
وتحصل العداوة ويبدأ القتال. جميل جدا أن يتكلم عن الحب مثلا، حب الله سبحانه وتعالى ويعني شكر نعمته مثلا، وغير ذلك من الأمور التي لن ينكرها عليك أحد. لكن إذا قلت، إذا صرفت العبادة لغير الله كنت مشركا، قامت قائمة المشركين. إذا قلت لهم أنتم على باطل وعلى ضلال، وأن ما تفعلون شرك لا يجوز أن تفعلوه، ولا يجوز أن تعبدوا غير الله، وآلهتكم آلهة باطلة، وأنتم كفار ومستحقون لعذاب النار، هنا تبدأ المنازعة، تبدأ الخصومة. لماذا ألقي إبراهيم في النار؟ نصرة للآلهة، لأنه أراد هدم هذه الآلهة، كسر هذه الآلهة، كسر الأوثان، وأراد إبطال عبادة غير الله. وأما أن تعبد أنت الله فلن يلومك أحد، أعبد أنت كما تشاء، ودعنا نعبد الله كما نعبد الأوثان كما نشاء. أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ هناك حرية عند هؤلاء القوم، كان عندهم أنك صلي كما شئت، ولكن دعنا نعبد آلهتنا كما نشاء. وصلتك تنهاك عن أن نعبد نحن آلهتنا؟ فهنا قامت المعركة. نعم، صلاته تنهى عند أهل الإيمان، صلاتهم تنهاهم أن يعبدوا هم، أن يعبد الأقوام ما شاءوا من الآلهة. صلاته تأمره أن ينهاهم عن الشرك، أن لا يرضى بالشرك، أن يصرح بعداوة الشرك وبغض الشرك وأهله، وأن يقول كما قال إبراهيم والذين معه لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. فقضية موالاة المشركين وعدم التبرؤ من شركهم من أعظم القضايا خطرا، قضية الولاء قضية عظيمة الأهمية. الأعداء مستعدون أن يتركوا الناس يفعلون كما يشاءون، ويعظمون ما يشاءون طالما كان الولاء لهم والتبعية لهم والطاعة لهم والنصرة لهم، وطالما أن أزمة الأمور في هذه المسائل بأيديهم فلا حرج عندهم أن تصلي وتصوم كما تريد، وطالما أنك لا تقول لهم إنني براء مما تعبدون، طالما أنك تقول لهم أني أحترم آلهتكم وأنتم تحترمون إلهي، طالما أنك تقول أن كلا الدينين لا بأس به، ولا تقول قل يا أيها الكافرون، ويريدون حذف هذه الكلمة الكافرون، هذه ينبغي أن تحذف، والعداوة والبغضاء لأهل الشرك والكفر يجب أن تحذف، كما يعني يصرحون بذلك في مطالبتهم للمسلمين من أجل إزالة التطرف والإرهاب الذي عند المسلمين، وأن القرآن عندهم كتاب إرهابي لأنه يكفر أهل الملل الأخرى، وهذا حق لا شك فيه أنه يكفر أهل الملل الأخرى غير ملة الإسلام، ولا يقبلها، وليس عنده قبول الآخر في هذه المسألة التي يدندنون عليها، مسألة قبول الآخر، ليس عند أهل الإسلام دين يقبل عند الله إلا دين الإسلام، والتبرؤ من الشرك وأهله، وترك طاعتهم وترك متابعتهم وترك نصرتهم، قضايا خطيرة جدا تشكل مستقبل الأمم والشعوب بناء عليه، تشكل مستقبل الأمم والشعوب أجيال طويلة بناء على ذلك. إنسان ممكن يتكلم بكلام، ولكن تكون قضية الولاء عنده على غير هذا الدين، تكون قضية الولاء والبراء، لا يتبرأ من الشرك بل يوالي أهل الشرك، يناصرهم، ينفذ مخططاتهم، يتابعهم على باطلهم، يطيعهم فيما يأمرون به من الكفر والفسوق والعصيان، وفي إضلال أمة الإسلام والصد عن سبيل الله عز وجل. ليس يلزم أبدا أن يتكلم بلسانهم، أعني أن يقول أنه كافر مثلهم، لا يلزم، بالعكس، على تلك الحال أن يتكلم بلساننا ويكون من جلدتنا ولكن قلبه قلب الشيطان والعياذ بالله، عند الكافرين أنفع لهم في ظنهم أن هذا أنفع لهم، وهم يسعون إلى إيجاد هذا النوع من المنافقين
الذين يتولون الكافرين وينصرونهم ويطيعونهم ويتابعونهم. القضية الثانية التي ذكرها الشيخ هنا متعلقة بقضية الولاء والبراء، الولاء والعداء، ومن يولي المسلم، وقضية الشرك المنتشر فيها هو عدم البراءة من المشركين كما فعل إبراهيم عليه السلام. إبراهيم تبرأ من المشركين، فإذا عدمت هذه البراءة وقع الإنسان في الرضا بالشرك والكفر، وكان والعياذ بالله مشركا كذلك، كما سأتي تفصيل هذه المسألة. النوع الثالث من الشرك المنتشر هو شرك الحكم، ولذلك ذكر الآية الدالة على بطلان هذا الشرك والتحذير منه، الحكم والتشريع، في قول الله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لأنها واضحة الدلالة تماما على أن من جعل مع الله أو من دون الله أو نيابة عن الله، من يحلل ويحرم، يحلل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، فقد اتخذه ربا وعبده من دون الله، فهو شرك صريح في القرآن أنه شرك، ليس فقط كما يحاول البعض أن يجعله مجرد معصية من المعاصي، لهن قضية خطيرة، خطيرة الموقع وكثيرة الانتشار في العالم منذ أزمنة متباعدة، كان لها جذورها في الجاهلية قبل الإسلام، ونزل القرآن في كل المرات ببيان أنها من الشرك، ليس فقط من الفواحش التي ارتكبوها، لكن دائما تصفهم بالشرك في تحريم ما أحل الله عز وجل من البهائم، في تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى من الميتات، في تشريعات خاصة بالحرث والبهائم كانوا يخترعون فيها ما اخترعوا، وهم يعلمون أن رؤساءهم وضعوا ذلك، ويفترون على الله الكذب وينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. وأفظع منهم من يتكبر على آيات الله ويقول: لا تلزمنا هذه الشرائع الإلهية ولا الوحي المنزل على الأنبياء، نحن نضع من عند أنفسنا. أفظع والعياذ بالله. لذلك قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ذو القسم، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، والعياذ بالله. هؤلاء أظلم الخلق وأكثرهم وأكثرهم شركا. وقد قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وقال: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا. وقال: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم من الذين هادوا. هي في قضية، كل هذه الآيات في قضية الحكم والتشريع، في أكثرها كان المشركون فيما يختص بالبهائم، فكيف بالتشريعات التي للبشر التي كان من لليهود فيها نصيب كبير من التحريف والتبديل، ونسأل الله العافية. هذا الشرك أيضا منتشر انتشارا واسعا قديما وحديثا، بل في حقيقة الأمر عند التأمل هذا الشرك هو شرك الكبر، شرك إبليس والعياذ بالله، شرك التكبر على شرع الله سبحانه وتعالى وإبداله بغيره بدلا منه. فلما كان الشرك الأول الذي هو شرك الغلو في الصالحين وعبادتهم من دون الله، وأول شرك وقع على ظهر الأرض كان شرك الإباء والاستكبار عن شرع الله، كان هو أول شرك وقوعا من جهة إبليس والعياذ بالله. فهذا نوع أيضا عظيم الانتشار وكثير الوقوع في العالم. ثم ذكر النوع الرابع وهو اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم، وهذا الشرك يهمله الكثيرون رغم أنه من أخطر أنواع الشرك انتشار، وإن كان البعض لاشتباه كثير من مسائله بمسائل المعاصي لا يفرق بينها، ولذا تجد الكثيرين ممن تكلم في أنواع التوحيد وأنواع الشرك في الأزمنة المعاصرة يقتصر على الثلاثة الماضية، أعني أنه يذكر دائما شرك النسك وشرك الولاء وشرك
الحكم أو الحاكمية، ويظن أن الشيخ قصد هذه فقط مع أنه ذكر النوع الرابع، والمشكلة أنهم جعلوا هذه الأقسام هي التي يمتحن الناس فيها، مع أن هناك أنواع أخرى من الشرك، لكن الشيخ رحمه الله ما قصد التحديد وما قصد امتحان الناس بهذه الثلاثة، بل ذكر النوع الرابع كما ذكرنا، وهو شرك المحبة التعظيم، اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى، دل على بطلانه قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. سمى الله هذه المحبة شركا، لأنه قال يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. كما ذكرنا يشتبه الكثير من هذه من مسائل هذا النوع بمسائل المعاصي، من تقديم حب الأهل والمال والولد والعشيرة والدرهم والدينار والهوى على طاعة الله عز وجل، لكن المقصود هنا من الشرك أن تقدم على عبادة الله عز وجل، لا أعني الطاعة فقط لكنها تقدم على الدين نفسه. متى يكون حب هذه الأشياء شركا؟ وهو كما ذكرنا كثير الوقوع جدا، حين يكون الإنسان مستعدا أن يبيع دينه من أجلها، من أنه يشرك بالله من أجلها. حقيقة الأمر عنده ليس عصبية مثلا لولي يحبه أو وثن يعبده، القضية عنده ليست كذلك، قضية حكم مثلا أنه يريد أن يدافع عن هذه التشريعات بكل قوة، الأمر عنده أيضا لا فرق عنده بين هذه التشريعات وغيرها، وليس قضية الولاء عنده بمشكلة، يمكن أن يوالي الشرق مرة والغرب مرات حسب ما يدفع أكثر. إذن القضية وصلت عنده أنه يبيع دينه بماذا؟ بالدرهم والدينار، يبيع دينه من أجل موالاة الأهل. أكثر العالم من المشركين إنما يشركون لأجل هذا النوع، ليس قناعة بالشرك ولا قناعة بالآلهة ولا حبا لهذه التشريعات، لكن قضية أنه يحب أهله وعشيرته يستحيل أن يفارقهم. وإلا والله لو تأمل الإنسان، هل هذه العقائد الباطلة التي يعتقدها أكثر العالم يمكن أن يقبلها عقل؟ يمكن عقولهم عجيبة في إدراك الدنيا ومعرفة وسائلها المختلفة واكتشاف الطاقات المخزونة فيما التي أودعها الله عز وجل في الكائنات، ثم بعد ذلك يقبلون عبادة البقر وعبادة الصلبان وعبادة البشر وعبادة الجعارين والعجول؟ يعني الفراعنة مثلا تجدهم أتقنوا فنون الهندسة والطب، التحنيط مثلا ده والبناء والعمارة، حضارة عجيبة الشأن ما زالت أثرها. احنا النهاردة المباني بتاعتنا ما بتقعدش 200-300 سنة، مبانيهم هم بقالها 7000 سنة، بعضها بقاله 7000 و5000 سنة، ومع ذلك تبص لهم ايه؟ بيعبدوا العجول، يعبدوا التعابين، يعبدوا البشر والعياذ بالله، وآلهة كثيرة جدا، كل حاجة لها إله. اليونان والرومان بنوا حضارة عجيبة أيضا، ومع ذلك أعجب شيء عندهم، طب الكلام ده بيحصل ليه؟ ليه لغاية النهاردة ملايين، مئات الملايين من البشر، آلاف الملايين من البشر يعني يقبلون العقائد الباطلة؟ كما قال الله عز وجل: ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. حب الآباء، حب الأبناء، حب المال، ما لمن هناك أفراد كثيرون جدا مستعدون لمن يدفع أكثر يدينون له، حب المال، حب الرئاسة، من يكون يعني يؤدي بنا إلى أن نكون رؤساء وملوكا وفوق الناس، فنحن وراءه ونحن معه. وليست قضية عندهم أن هذه التشريعات أفضل من هذه التشريعات، لا يفكرون في ذلك، قضية عندهم أن هذا يعني الذي نريد عندما يحصل لنا من خلال متابعة هذا الباطل والعياذ بالله، فيتبعون ويدفعون دينهم ثمنا لذلك. فاتخاذ أنداد المحبة والتعظيم نوع من الشرك كثير الانتشار، وأعظمه حب الآباء والأجداد والأهل والوطن والعشيرة، وهذا الذي يجعل أكثر الناس يشركون بالله سبحانه وتعالى لأنه لا يترك دين أبيه، مع أنه يقتنع بأنه باطل مرات عديدة، لكن يقنع نفسه رغما عنها بأنه هو الحق، لأن هذا الأمر يترتب عليه، أتترك ترغب عن ملة عبد المطلب؟
أتترك دين أبائك؟ لولا أن يقول الناس قضية الناس هتقول إيه؟ أبو طالب سبحانه مات على الكفر والشرك رغم اقتناعه بالإسلام وحبه للرسول عليه الصلاة والسلام ويقينه بأن ما يقول حق وأن دين الإسلام هو خير دين على وجه الأرض، ويقول أنه خير أديان البرية دينا، لكن خوف الملامة، لولا خوف الملامة لكان به سمحا مبينا. سبحان الله، لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع. الناس عنده حاجة كبيرة جدا، الوضع الاجتماعي الذي كان عليه أبو طالب وكان عليه جد أبوه عبد المطلب، لذلك أترغب عن ملة عبد المطلب كانت شبهة عظيمة، وعامة المشركين إنما يعبدون كما يعبد أباهم، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. النهاردة في زمن وصل فيه التقدم إلى ما وصل، البشر فيه أكثر من مليون إنسان، أكثر من 1,000,000,000 إنسان، 1,000,000,000 إنسان يعبدون البقر إلى الآن، وهناك أكثر منهم 1.5 مليون إنسان يعبدون بوذا، شخص عادي هم عارفين أنه كان شخص أصلا ومات ويعرفون أنه إنسان، وتقوم الدنيا وتقوم، يعني دول ملايين من البشر، دول إيه؟ آلاف الملايين من البشر، يعني وصلوا إلى إتقان كل شيء، ولكن هذه القضية لا تحتمل عندهم. عشان إيه؟ عشان الآباء والأجداد والمجتمع، وناس تاني عشان فلوس. الغرب النهاردة تيجي تقول لي دينه إيه؟ دينه الشهوات، دينه اللي هو المال والجنس والرياسة والعلو في الأرض، وإلا فالأديان عندهم دي ده بيقعدوا يشتموا في نفسيهم في دينهم، يعني والعياذ بالله في رب العالمين والعياذ بالله، يعملوا الأغاني في السخرية من الله ومن المسيح ومن الإنجيل قبل زي بالضبط، وده هم لما لقونا ابن دغاز من الحاجات دي بدأوا يعملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما هم عندهم فده كتير خالص، ده السخرية من النصرانية عندهم أضعاف السخرية من الإسلام، وإلا فهم عندهم القضية دي ما عايزين يبعدوا عن الدين بالكلية، عندهم حب لهذه الشهوات، تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، في عبودية للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة والجنس والرياسة والشهرة والماء والشهوات المختلفة، يتخذون هذه الأشياء أندادا تعبد من دون الله. الهوى، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، في مش بس مجرد معاصي، عشان كده قلنا تشتبه على مع كثير من الأمور مع المعاصي. المؤمن مش ممكن يبيع دينه من أجل هذه الأشياء، المؤمن ممكن يعصي بس يقولوا دي دينك ولا 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 الفلوس، يقول لا ده انت ردتوني مال الدنيا مش ما 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 سيبش دين، لكن ممكن يعصي ربنا سبحانه وتعالى عشان الفلوس، ممكن يعصي ربنا عشان الشهوة الجنسية، لكن لو قالوا له تكفر وحتى تنال الشهوة الجنسية يقول لا والعياذ بالله، يرفض ذلك. إلا مرضى نفسيين مثلا، هم اللي بيستغلوهم يقول لك دول تنصروا ولا ارتدوا، دي بتبقى مرضى، يعني بيستغلوا المرضى النفسيين، أو قلة فعلا وصلت إلى هذا النوع من الشرك، شرك المحبة والتعظيم للشهوات وللدرهم والدينار والأهل والولد والعشيرة والرياسة والهوى في الجملة، اتخاذ أنداد يحبونهم كحب الله. هذه أربعة أنواع ذكر الشيخ أربعة أدلة عليها، وهذا من عمق فهمه رحمه الله تعالى، ومن يعني نظرته الثاقبة في المجتمعات والأمم عبر التاريخ، إن هذه الأنواع أكثر أنواع الشرك انتشار. فتفسير لا إله إلا الله إن ترك عبادة غير الله وترك هذه الأنواع ضمن ذلك. وذكر آية هي متعلقة بقضية الولاء والبراء اللي هو النوع الثاني من الشرك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. إذن قضية نطق الشهادتين لابد أن يكون على البراءة من الشرك وأهله، وهذا هو معناها حقيقة، إنها تشمل نفي عبادة غير الله، كفر بما يعبد دون الله في شقها الأول لا إله إلا الله، الشق الأول لا إله نفي دي كفر بالطاغوت، كفر بما يعبد دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد دون الله، دي مش إضافة، ده شرح وبيان لحقيقتها، ولازم من لوازمها أن من قال لا إله إلا الله فقد كفر بذلك بما يعبد من دون الله، فإن أبى أن يكفر فهو ينطقها على غير حقيقتها، إن أبى أن يكفر بما يعبد من دون الله وقال بل أقولها وأقر عبادة غير الله فهذا لم يقل لا إله إلا الله، أو قالها ثم نقضها على حسب حاله في ذلك، فإن أصر على إقرار والرضا
بعبادة غير الله لم تنفعه لا إله إلا الله. لذلك يقول لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك أو توقف لم يحرم دمه ولا ماله، لم يحرم دمه ولا ماله. فهو الشيخ يبين دي مسألة، لأنه كان كثير من الناس يرفض دعوته من أجل أنه لا يريد مقاومة الشرك، لا يريد إعلان البراءة من الشرك والكفر بما يعبد من دون الله، فهو يريد أن يقول لا إله إلا الله مع البقاء على الشرك. فكان هذا الحديث يبين أن نطق كلمة التوحيد يلزم منها البراءة من الشرك وأهله. هذا طبعا في نوع معين من الناس هو الذي يصر على البقاء على الشرك والرضا به، وإن نطق الكلمة فهذه في حقه لابد أن يضيف إلى نطقه إياها البراءة مما يعبد من دون الله. سيأتي تفصيل لهذا الباب إن شاء الله تبارك تعالى. قل قول هذا وصف الدرس إن شاء الله يوم السبت بعد القادم إن أحيانا الله عز وجل. السبت القادم هما ثالث هما رابع يوم العيد. السبت الجاي ما فيش درس. هل يجوز إطلاق عبارة فلان ده لا تسمع له ولا تأخذ منه فتاوى على بعض الدعاة الذين عندهم بعض الأخطاء، أما هذا من الغيبة؟ لا، هذا الأمر حسب علم هذا الشخص فعلا وحسب مدى الأخطاء، ربما يكون هذا من باب النصيحة. إنسان كثر ضلاله وكثر خطأه، وإن كان واعظا وإن كان يحسن يتكلم في بعض المسائل، لكن إن كثر خطأه فتواه غير السديدة فينصح بعدم الأخذ من فتواه، خصوصا أن هذا ليس بابه. فبعض الناس مثلا مثل عمرو خالد مثلا، جيد أن نقول لا تأخذ له تسمع له فتوى، لأنه فتوى الباطلة كثيرة جدا وإن زعم أنه ليس من أهل الفتوى. صح، القرضاوي ممكن، القرضاوي بلا شك على علم في بعض المسائل، لكن في فتاوى كثيرة جدا العامي لا يستطيع التمييز بين الحق والباطل. هل الأسماك الصناعية التي توضع في حاويات المياه التي بها مراوح تبدو الأسماك كأنها تتحرك تستخدم للزينة تعتبر من الصور المحرمة، فهي تبدو كحوض الأسماك الطبيعي؟ هذه تماثيل للأسماك، تماثيل أسماك مجسمة فلا تجوز.